السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على مايكروسوفت اكسس اوبشن انيبل لايف بروفيو. ديت مش مفعلة في الاكسس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني متعلم عليها زي مش متعلم عليها، ملهاش اي افادة في الاكسس. انما هي نعرفها الاول ازاي وايه الافادة. هي بتديك المعاينة المباشرة شغالة في الاكسل والبايربوينت والوورد وجميع الاوفيس الاخرى، لكن في الاكسس مش شغاله. هم شايفين يعني الاكسس لازم يكون الكود الداخل بدقه او الله اعلم، بس هو اللي نعرفه اللي هو مش مفعله. احنا جربناها مش مفعله. تعال نعرف الاول هي مفعله في الاكسل ازاي وورد ازاي، ونشوفها في الاكسس هتلاقيها مش مفعله. هنيجي هنا عند المايكروسوفت اكسل، حاجه زي كده هنوقف عليها، وهنا هنعمل الالوان. لكن بص هنا المعاينه المباشره، مجرد ما اقف عليها بيديك اللون على طول مباشره، بيديك اللون على طول مباشره. هنعمل تعطيل بالاوبشن، هنعمل انيبل لايف ريفيو، هنوقف عليها مره اخرى ويجي نوقف تمشي تنشا. مفيش ايه اللون ما بتعملش مباشره، لكن طبعا لما نيجي نضغط هيعمل ده. امر ما فيهوش كلام. يعني نفس الكلام هنيجي هنا يعني مثلا ننشئ جدول، الجدول بيتنشئ على طول مباشره. هنيجي هنا نعطل الايه اوبشن، نخش اوبشن ونعطل الانيبل بريفيو. الجدول مش هيتنشئ مباشره، انما هيتنشئ مجرد ما اضغط عليه. خلاص يبقى اصبح كده شغاله في البايربوينت، شغاله في الاكسل. هنيجي عند الوورد نفس الشيء، تمام. هنلغي تاني، هنوقف الانيبل. طبعا بنخش ازاي؟ طب الكلام دوت بنخش على فايل اوبشن، واول حاجه من فوق، وان ايه هنعمل تعطيل. مفيش، لازم نضغط عليها وينتشئ الجدول. يبقى اصبح كده شغاله في الوورد. هنعمل اعاده اخرى، لان دي ميزه مش وحشه، ميزه كويسه. يعني المطلوب اللي احنا نفعلها، ما يعني ما يعني ما نسيبهاش، يعني احنا يعني نفعلها، يعني ده المفروض. طب نيجي بقى عند الاكسل اكسس، ايه الدنيا؟ بص هو هنا مفيش، يعني انا وقفت على دوت، اعمل بس لون تاني مخالف، ما بيتحركش معايا رغم ان هي مفعله، رغم هي مفعله. نفس الشيء يخش على الديزاين نفسه، نعمل تكست بوكس. المفروض التكست بوكس دوت اللي احنا هنلون التكست بوكس بتلون عادي اهو، لكن هو التلقائي مفيش رغم ان هي مفعله، رغم ان هي ايه مفعله. وعملنا مثلا اعاده تمكين نفس الشيء، ما خلاص هي اصلا مش. يبقى اصبح المعلومه الموجوده في المايكروسوفت اكسس البوب فايل اوبشن الخيار دوت الاولاني دوت، يعني ايه عايز اقول، محطوط كده منسي او مش مفعل، ما اتعملش في الاصدار بتاع 2010. الله اعلم بقى في اصدار 2010 في 16 معموله ولا لا. احنا بنتكلم على اوفيس 2010. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.